زوال العقل ينقسم أقساما، القسم الأول زواله بالجنون هذا ناقض، القسم الثاني تغطيته بالإغمى هذا ناقض، الحق له بالجنون، القسم الثالث تغطيته بالنوم هذا ناقض بالاتفاق، لكن يختلف العلماء رحمهم الله في النوم الناقض، ما هو النوم الناقض؟ ويدل على النقض كما تقدم حيث صفوان بن عسال في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن من بول وغائط ونوم. المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكر، قال زوال العقل، فظاهر كلام المؤلف أن النوم ناقض سواء كان قليلا أو كثيرا. والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى أن النوم اليسير أنه لا ينقض، وأما النوم الكثير فإنه ينقض، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا كان النوم مستغرقا فإنه ينقض، إذا كان غير مستغرق فإنه لا ينقض. فالذي يظهر والله أعلم أن النوم اليسير أنه لا ينقض، لكن إذا نام نوما كثيرا واستغرق في نومه فإنه ينقض. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، نعم جعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. وأيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قام يناجي رجلا من أصحابه حتى نام أصحابه، حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء فخرج، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء فخرج عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان. فهذا مما يدل على أن النوم إذا كان يسيرا أنه غير ناقض، أما إذا كان كثيرا فإنه ينقض. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما دام يظن بقاء طهارته فإن طهارته لم تنتقض.